عايز الزمالك يكسب. انت النهارده انديه شعبيه يعني فرقتين عندهم الطموح في المباراه والاتحاد عنده طموح ان هو يكون في المربع الذهبي. فالنهارده هنشوف مباراه يعني ان شاء الله نلاقي مباراه كويسه بتلعب فيها كوره كويسه واللي حظه كويس واللي عنده الاستعداد والدوافع المعنويه والنفسيه والفنيه هو اللي هيكسب. الاتحاد علشان موضوع الصداره والمنافسه على الصداره هل النهارده ممكن نتفرج عليه بيضغط على الزمالك في استاد القاهره؟ مش من البدايه زي ما قلنا هو عنده نهج دفاعي في البدايات بدليل انه عامل النهارده في خط الظهر بيلعب بالليبرو القديم بيلعب بخمسه في خط الظهر وبالتالي هو السيستم بتاعه كده النقطه موجوده عندي وبالتالي لو ما كسبتش ما اخسرش اعتمادي على الهجمات المرتده الا اذا تلقى هدف فيبدا يتحول هجوميا بشكل في شراسه. يلا بينا على استاد القاهره مع زميلنا مؤمن حسن نعرف ايه اللي هيحصل هناك ومين اللي هيعيد على جمهور الزمالك ولا الاتحاد يا مؤمن.